انا بحب الروايات التاريخيه اكتر، مش ان هي تبقى حاجه في الماضي بس كده، لا روايات تاريخيه بجد افهم اللي حصل، لان التاريخ بيتعيد نفسه عامه. عباس العقاد واحمد خالد توفيق اكتر ناس، واي حد مش شرط بيكون حد، بس بيكون الروايات التاريخيه او الدينيه كمان موجوده كل سنه، وشايفه ان الاقبال السنه دي كويس قوي. يعتبر زي كل سنه، ما فيش مثلا ان في ازمه موجوده اثرت على الناس تيجي، لا طبعا الناس كلها موجوده، وشايفه ان في خصومات كتيره جدا موجوده، وان الناس عماله بتشتري، في اسعار بتبدا من اول جنيه، ودي بتبقى كويسه قوي لفئه معينه من الناس، ولحد يعني خصومات لحد 70%. في كتب تانية في التاريخ، يعني في كتب تانية في السيره مثلا والاعلام والحاجات دي كلها، ففي كتب حاجات يعني كتير. يعني بقرا جميع كتب الادب العربي والشعر، جميع الكتب، لاني كاتب، لاني احب الكاتب ابراهيم الكوني و جميع الكتاب، يعني أنا قرأت لهم. أنا مهتم أكتر بكتب الشعر، زي مثلا ديوان المتنبي، مثلا الأعمال الكاملة لنزار قباني. معظم الشعراء التانيين بقرأ لهم، مثلا من العصور الجاهلية والعصور العصر العباسي، طبعا الفترة اللي ازدهر فيها الشعر بطريقة يعني عالية جدا، وطبعا الشعر الجاهلي عراقة اللغة العربية. كتب العلمية، بما ان انا في المجال بتاعي اقتصاد، في البانكينج، في كل الحاجات اللي هي بتهتم بسواء المجال بتاعي او مجال اللي انا شغال فيه. معظم الناس بيهتم بالكتب الدينية، ده رقم واحد، بيحاولوا دايما بيجيبوا من الاماكن اللي هي المعتمدة او موثوق منها، هي حاجات محققة. وفي حاجات، في ناس كتير بتاخد مثلا من اماكن كتب العلمية او كتب التاريخيه، كل واحد على حسب المجال بتاعه، بس المبيعات الاكثر للكتب الدينيه ثم كتب الاطفال. دايما بحب اخد في علم الاجتماع عشان ده التخصص بتاعي، وباخد دايما لوالدي عن حرب 6 اكتوبر وفي المجال الديني. ازيكم، عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. في معركة بتدور على عرش القراية، ودي بالمناسبة من المعارك الحسنة، يعني من المعارك اللي انت لازم تبقى قاعد مبسوط وفرحان انها قايمة، وتسقف لها وتشجع، وتحاول قدر الامكان ان تنفخ في نيران هذه المعركة، لانه في النهاية خالص الكل مستفيد، الناس هتقرأ، وبالتالي ايضا المبدع صاحب المنتج الفكري هو كمان هيزيد من ابداعه، لانه طول الوقت شايف ان في اقبال على منتجه الفكري ده. عرش القرايه ما بين الروايه وما بين القصه القصيره. طبعا عرش القرايه في الحته دي بيروح لاتنين من الملوك، ويظل دائما الشعر والنثر مظلومين في الحياه الادبيه. ما تفهمش ليه، يعني امتى يبقى لهم حته كده، يعني ولو فترة وجيزة من الزمن، يقولك الشعر تربع على عرش القراءة، مش عارف، ما بتحصلش أبدا الحكاية دي. على كل، خلونا نرحب بضيوفنا الأعزاء جدا 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 داخل الاستوديو. دايما جزء رئيسي من سعادتي إن أنا أقابل المثقفين والأدباء، ببقى سعيد سعادة يا أخي، وهقول لكم ليه بعد شوية. وأنا برحب بضيفنا العزيز روائينا المصري الكبير أستاذ محمد بركة، منورنا. ده نورك، ده نورك. إيه؟ يا شكرا. كل تمام؟ الحمد لله، كل زي الفل. وادالي كتاب هديه، وبالمناسبه استاذ علاء لسه ما جابليش الكتاب، بس هاخد منه كتاب برضه. القاص المصري الكبير الاستاذ علاء ابو زيد، ازاي الصح؟ مساء الخير. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب نبدا ب، لو صح التعبير، المحتلين الان لعرش القراءه، الا وهو الروائيين. السؤال هو ليه؟ بتعتقد ليه الذائقه تذهب إلى الرواية في معدلات القراءة أكتر من القصة؟ أنا بتصور أن أسباب كتيرة، يعني الرواية قماشتها أوسع، عندها قدرة على أنها تروح لمناطق كتيرة مختلفة، على عكس القصة القصيرة. يعني في الرواية أنت ممكن تقرأ عن عالم البحر، عن الصحراء، عن الريف، عن تسلق الجبال، لأنه الرواية بقت فيها مرونة شديدة، اللغة بتاعتها أوسع. يمكن كمان القارئ بيبقى حابب عمل يستغرق فيه، يعني مش فكرة الـ 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 الكتابة المكثفة السريعة، رغم أن أنا بدايتي كانت في القصة القصيرة من خلال مجموعتين قصصيتين صدرت، الأولى سنة 1999، وتجربة الروائية الأولى كانت 2005، يعني قبل ما يبقى فكرة إيه الاتجاه السائد، يعني لأنه للأسف الشديد سيادة وتربع الرواية على العرش خلت
أعمال كتيرة مفتعلة وغير مكتملة أصحابها يكتبونها فقط لمجاراة السائد. لكن الرواية بشكل عام واضح تماماً إن هي بتشبع حاجات مختلفة موجودة عند القارئ أكتر من القصة القصيرة، رغم إن احنا نذكر في الستينات كانت القصة القصيرة طبعاً لها طبعاً الريادة طبعاً. وكان يوسف إدريس مثلاً وجيل من الرواد القصة القصيرة عنده بتعمل حالة يعني صحيح. لكن الرواية أعتقد إن هي مشبعة أكتر، وخصوصاً لو شفت أنت مثلاً في شرائح من القراء بنبص لهم أو كان ينظر لهم يعني بقدر من الاستهانة أو عدم التقدير اللي هم في ثانوي وفي الجامعة، لا عايشين في الرواية بشكل مستغرق لدرجة أنه من حوالي 10 سنين كان في اتجاه بقى مش أن الرواية سائدة، ده كمان الرواية الضخمة اللي هي 400 صفحة أو 500 صفحة والكعب بتاعها عريض، ويقول لك أنه في بعض الجوائز الأدبية الكبرى ما لا تحترم إلا العمل الضخم. الرواية ليها سحرها، بس ساعات بحاول أمنطق الأمور بقواعد الحساب والجبر والهندسة، إنه مفترض أن الذائقة تذهب للمزيد من قراءة القصة القصيرة صحيح. باعتبارها هي الأليق على عصر سريع جدا والأليق صحيح. على أجيال اللي احنا ذكرناها اللي هم أجيال سن المراهقة ثانوي وجامعة وما إلى ذلك، هم أصلا إيقاعهم شديد السرعة، وبالتالي هيبقى حابب أنه يتنقل ما بين عوالم وشخوص وحكايات كثيرة بمنتهى التركيز، ولا إيه؟ هو بالفعل كلامك صحيح، وده اللي بيخلي الواحد دايما يسأل ويكون مهموم بالسؤال، إذا كانت القصة القصيرة هي التي هي نغمة العصر، مفترض قصر المساحة بتاعتها تناسبها التام مع إيقاع العصر واللهاس اليومي ده، منصات السوشيال ميديا اللي ممكن تحط عليها قصة قصيرة ما تقدرش تحط عليها الرواية، كل ده يدعو إلى زيادة الدهشة. لماذا إذن الرواية هي التي تستحوذ على عرش القراءة؟ يعني احنا قاعدين مع بعض، احنا التلاتة بنمثل الاعلام كله، يعني استاذ محمد بيمثل الصحافة المكتوبة، حضرتك بتمثل الصحافة المرئية، انا بمثل الصحافة المسموعة، فممكن نلاقي مدخل اعلامي لفهم الظاهرة دي. مدخل اعلامي ان ايه؟ ما يسبب النجاح هو التلقي، فبالتالي الجمهور. الجمهور يعني لماذا اتجه الى الرواية، لم يتجه الى القصة القصيرة، ولم يتجه الى الديوان الشعر، ولم يتجه الى، فيبقى هنا هنبدأ نقول إن المعيار الأول والأخير في الحكم على الأشياء هو الجمهور اللي هو المتلقي. فالمتلقي ده طيب يبقى ليه الرواية؟ لأن الرواية ممكن نقول إن اللغة سهلة، أسلوب بسيط، الأبطال واضحين وأنت تتبع سيرتهم في الرواية بشكل واضح وكذا. العوالم المختلفة، العاطفة، العاطفة تبدو في الرواية أكثر بكتير من القصة القصيرة، فبالتالي القارئ الذي يذهب إلى الرواية يذهب لأنه يريد أن يحصل على جرعة من العاطفة، التوحد مع الأبطال، الإحساس بيهم، الانشغال بيهم، تتبع مصائرهم، كل ده يتحقق في الرواية. القصة القصيرة فن، أنا شايف أنه فن هو أقرب للشعر، فلابد أن تكون القصة القصيرة مكثفة جدا، اللغة موجزة، فيها اقتصاد شديد، النص لازم يبقى وراه فكرة عظيمة، كل ده بيخلي المتلقي، هنرجع للمتلقي، ان ده بيبقى بعيد شويه عن ذائقته اللي هو القصه. وبذلك عشان كده تقدر تفسر لماذا الشعر اللي هو اكثر يعني تكثيفا ويحتاج الى المجاز والتاويل، فيصعب على القارئ ان يتذوق القصيده الجيده جدا، فيذهب الى الى الابسط اللي هو الروايه ضمن فنون ضمن الاجناس الادبيه. فهذا لا يعني أيضا أن الرواية أقل فنيا، لا، لكن طبيعة هذه طبيعة هذا الفن. بس أنت في سبب بسيط جدا أنت مش عاوز تقوله، ليه؟ ليه؟ ما تقولها بصراحة. قول. القصة القصيرة فن صعب. أيوة. فن صعب جدا. وصعوبته بتؤدي لشيء، إن أي خطأ فيه زي الوتر المشدود، أي خطأ فيه هيبان، على عكس الرواية. الرواية تحتمل إن يبقى عندك فصل واقع،
تحتمل ان في شخصيه مش مرسومه كويس. دي اشاده من روائي لفن القصه القصيره، ده انصاف لفن القصه القصيره. القصه القصيره فن صعب جدا على انت عارف ده. انا عارف انه فن صعب، على عكس الروايه في نوع من الاستسهال. وبصرف النظر عن الاستسهال، انت لما بيبقى عندك مثلا 300 صفحه الروايه تحتمل انه مش كلهم بنفس الجوده، بالزبط. مش بنفس الاحكام، بالزبط. مش بنفس الجمال، مش بنفس التجويد. لكن على فكره سطر واحد في القصه القصيره سيء او فقره صغيره وقعت النص. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول لماذا هيمنت الروايه على عرش القراءه؟ اذا من الذي يقرا؟ هو الجمهور. اذا انا مشغول بالفكره دي، صحيح. فكره الجمهور لماذا يذهب الى الروايه ولا يذهب الى القصه؟ ما تقوله صحيح عن القصه. فبالتالي بتزداد صعوبه التلقي يعني في القصة القصيرة، لأنك أنت كل المواصفات اللي قلتها دي بقدر ما هي تأخذ النص إلى جودة عالية بقدر ما تبعد المتلقي الذي يريد أن يبحث عن شيء جميل. أنت وده يبدو جدا في الرواية بعكس القصة التي تقترب من أنها تكون نص، يعني نص محتاج قراءة، محتاج أفكار، محتاج تذوق، محتاج دراية بالأدب وأجناسه واختلافه. فأنا أنا أنا شايف ده. أنت لما تيجي توسع شوية تلاقي إيه؟ تلاقي إن مثلا إحنا بنحقق نتائج، مثلا لو خدناها من مدخل رياضي زي ما خدنا من مدخل إعلامي، بنحقق نتائج مبهرة في كرة اليد، لكن في النهاية ظل التلقي تلقي كرة القدم. هنا ليه كرة القدم؟ رغم إن الإنجاز المصري مثلا، لو اتكلمنا عن الجمهور المصري، لماذا الجمهور المصري لا يحب كرة اليد بقدر حبه لكرة القدم؟ هنا هنرجع لغالبا المجتمع الإنساني، مش بس المجتمع الإنساني. هنرجع هنا، ما هو المجتمع الإنساني بيحب الرواية برضو أكتر. فبالتالي نرجع لفكرة التلقي. التلقي هنا تلقي كرة القدم سهل، أكثر سهولة من تلقي اليد. المتعة، العاطفة، الوجدان، التوحد مع اللاعبين، زي بالظبط أبطال الرواية اللي بيتوحد معهم المتلقي وبيشوف نفسه فيهم ويكمل معهم. طب ما هنا ده أولا أنا مبسوط قوي إنكم بتتكلموا مع بعض دون أي تدخل مني، وأنا بعتبر إن ده بيبقى جزء من نجاحات أي محاور، إنه يترك الضيوف للمعركة وإن هو يحاول قدر بس الإمكان ينظم أمر ما. لكن أنا هنا مضطر أدخل في حتة مسألة الشعر، يعني ما بين الرواية ما بين القصة القصيرة. المفترض هنا إن الشعر هو تركيز حقيقي للعاطفة، وبالتالي هو تعبير، فأنا كمتلقي كقارئ هقدر ألاقي نفسي في الألوان الشعرية المختلفة على اختلاف اهتماماتي أو قدراتي، ده من ناحية. وفي نفس الوقت هلاقي أكثر من عاطفة تعبر عن الحالة الذاتية. وبالرغم من ذلك لا يوجد إقبال حقيقي على قراءة الشعر، بالرغم أنه هو المعبر الرئيسي عن عاطفتي أكثر من الرواية، أكثر من القصة القصيرة. فصححوني لو أنا غلطان. لا، أنا عندي فكرة واضحة في المسألة دي. زي ما أنت قلت يا جو من شوية، أنه أنا كروائي بنصف القصة القصيرة، لازم برضو نتكلم بمسؤولية في المسألة دي، لأنه هو بيطرح حاجات مهمة جدا. صحيح. في الحقيقة لازم الشعراء وكتاب القصة القصيرة يعملوا نوع من النقد الذاتي والمراجعة لنفسهم، أنه بصراحة يا يوسف الشعر والقصة القصيرة في مصر والعالم العربي لم تتطور في 30 سنة الأخيرة، محلك سر. ونتيجة بعض المقولات اللي الوهمية اللي أسيء استخدامها وأسيء تطبيقها، عملت فجوة حقيقية بين الجمهور وبين الناس. هقول لك في القصة في الشعر. أنت دلوقتي بتتكلم عن قصيدة النسر، وبتتكلم عن الحداثة وما بعد الحداثة. يا راجل أنت طلعت نصوص شعرية عبارة عن ألاعيب ذهنية لا تمثل وجدان القارئ، تحت دعوة إن أنا لو قلت شيء مفهوم لازم أكون غامض لدرجة اللغز، ولازم أكون محلق في كلام غير مفهوم، وإن أنا لو كنت مفهوم ده يعتبر نقيصة. فغابت الجملة الجميلة الحلوة، غابت توظيف الجميل للغة، غاب البيت الشعري أو السطر الشعري اللي يمس القلب. فبالتالي أنا عاوز أقول لك حصل انصراف الناس عن الشعر. مش عيب في الناس، العيب في القصيدة والعيب في الشعراء. طول الوقت الوجدان المصري والعربي والإنساني متعطش للجمال في اللغة. في القصة القصيرة أيضا يعني ما حصلش تطور كبير. جزء من جاذبية الرواية ورواج الرواية
وهوس الناس بالرواية. الرواية وصلت لناس كتيرة مش مثقفين، ناس مش متخصصة، لأن الرواية تطورت تنوعت واتسعت القماشة بتاعتها والخطوط بتاعتها والأفكار بتاعتها بقت شديدة التنوع. رغم أن أنا شايف برضو أنه في عيوب شديدة، رواج الرواية ليه أثر سلبي. طيب. إن خلى ناس كتيرة ما عندهاش حاجة حقيقية متعطشة للحصول على لقب أنا كاتب روائي. اتفضل. انا في الحته دي بقول لا لا خالص، وده كتير. محمد قال حاجات مهمه جدا على لماذا، يعني هنقول لماذا انصرف الجمهور عن الشعر. الفكره دي طرحت قديما يعني من الاربعينات، والسؤال مطروح ان العقاد لما جاي يتكلم على القصيده قال ان بيت واحد يعادل انتاج روائي ضخم. في الوقت ده كان في شاب اسمه لازال في بدايه انكازه الروائي الكبير اللي هو نجيب محفوظ. فقال ان 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 العقاد غلطان. يعني ليه؟ لان الاشراف المستقبل بيقول ان السياده القادمه او الهيمنه القادمه ستكون للسرد وليس للشعر. ليه؟ لان الشعر ابن ثقافه الصحراء في 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 عنفوانه يعني وتاريخه. نمرة اتنين انه قائم على فكرة الاساطير البلاغة. هو انجاز شعر، انجاز لغوي في اساسه، في الاساس هو انجاز لغوي. فبالتالي هل هذا يتناسب مع اللحظة الآنية؟ كان بيتكلم على الاربعينات. وما هو قادم في المستقبل؟ القادم في المستقبل علم، صناعة، مستقبل تكنولوجيا كذا كذا. القادم في المستقبل طبقة متوسطة تهيمن وتسيطر على مجتمع بحاله. فبالتالي من يلبي طموحات الرواية الطبقة ومن يلبي طموحات العصر؟ العلم والصناعة والتكنولوجيا، فن الرواية، فكل ده يلبيه فن الرواية. ما كانش الرواية مهيمنة قوي، فكان السرد، القصة. القصة بمعناها الروائي والقصير. فهنا وصلنا إلى إيه؟ إلى فكرة إن كان هناك رد في الأربعينات يقول لماذا تراجع الشعر، وهذا الرد يقول ان ليس العيب في القصيده او انه في الفن نفسه، لا، العيب في اللحظه الزمنيه التي يظهر فيها الشعر. فبالتالي الشعر الان يظل بقيمته وقوته وجماهيره التي تحبه، لكن في النهايه عليه ان يستوعب الشعراء فكره ان الزمن القادم او الزمن الذي كان يمثل فيه في هذا الوقت القضيه نفسها كان ينحاز وينتصر إلى الإبداع السرد. طيب أنا هروح لفاصل، بس أنا عايز قبل الفاصل برضو إيه، أنا هاد لي بدوي بقى. أنا في النهاية رجل لا يصف نفسه إلا كقارئ كثيف، ويظن إنه بيحاول يعني طول الوقت يحط رؤية ما اللي بيقراه. نجيب محفوظ في رده على العقاد، لأنه نجيب محفوظ نفسه هو كان مشبع مفعم بالفلسفة، فهو شايف أنه المستقبل بتاع تفلسف الرواية هو ده اللي هيدفع أكتر لاعتلاء الرواية لهذا العرش. ومن ناحية تانية حتى ما نقدرش ننكر أنه لغة نجيب محفوظ المكتوبة والسردية فيها شيء من الشعر وشعر الوصف بالذات، فبيحاول يسحب البساط ناحيته. العقاد في دفاعه عن الشعر بطبيعة الحال، العقاد هو واحد من أهم رواد المدارس الشعرية اللي كانت معروفة آنذاك، وده بيخليني أقعد أفكر إحنا حتى، وده هنا بقى اتفاقا مع محمد بركة، أنه حتى مدارس الشعر كادت أن تختفي. يعني ما بقاش عندنا مدارس، كنا نسمع عن المدارس في أواخر القرن التسعتاشر وأول القرن العشرين. الشعر مش بس لغة أو في بدايته صحراء، لأنه في النهاية خالص هو الشعر مش ابن المنطقة العربية فقط، ما هو في شعر أوروبا. ما أنا قلت إنجاز لغوي الآن في المدينة أو في الصحراء هو إنجاز. اللي أنا بطرحه بقى ما بين الرواية والقصة القصيرة والشعر اللي حطيناه على الترابيزة بالرغم إنه ما كانش محطوط في بداية مناقشتنا حتى أنا وزميلي العزيز الدكتور محمد فتحي يونس، هي مسألة إنه أظن إنه الشعر دايما بيتألق في وقت الأزمة، يعني عندما يكون المجتمع مأزوما، فيحصل بزوغ للحالة الشعرية لأنها حالة غير مباشرة تقدر تنفد بيها طول الوقت إلى آخره. مش بس أزمتك العاطفية المباشرة، أزمتك مع المجتمع أو مع الأفكار أو مع الفلسفة. نروح بقى للفاصل ونرجع إحنا الثلاثة نكمل فلسفة، خليكم معانا. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية، خلوني ارحب بسرعه بالضيوف الكرام العظام محمد بركه وعلاء ابو زيد
روائي وقاص او اتنين كبار بالمناسبه، لو مش عايز اسميها صناعه لان انا ما بحبش بقى كلمه صناعه الادب دي خالص، الادب ما هوش صناعه تحت اي ظرف من الظروف، ومش عايزه يبقى صناعه، انا عايزه يفضل طول الوقت حاله كده ادبيه. احنا كنا بنطرح مساله او المذيع مش بنطرح، انا اسف ان انا حاطتكم في نفس المذيع طرح في مساله انه هو جزء من الازمه الشعريه، انه لازم الشعر ده من وجهه النظر الخاصه جدا انه الشعر يحتاج لوجود الازمه حتى يتالق ويبزغ الشعر مره تانية، وهنا غابت المدارس الشعريه ده من ناحيه، من ناحيه تانية على ما يبدو اصبح في حاله الاستسهال كمان او عدم الاحساس بالازمه او انها منطق بتاع ازمه وهتعدي فلا داعي للمزيد من الصخب او ارهاق الذات بالتركيز اللغوي، مع غياب كبير او وجود ضعف حقيقي في البناء اللغوي عند ناس كتير. جزء كمان اظنه تسبب في مشكله، ونحن عندنا شعراء كبار جدا كان عندهم قدرات لغويه شديده القوه، لكن تناسى البعض ان هم كمان كان عندهم تفكير فلسفي شديد العمق، فعمل لي منتج اصبح اللي موجود دلوقتي مشغول انه يعمل لي تراكيب لفظيه، فبقت لغه متحفيه جدا وفي نفس الوقت مفيش من وراها اي شيء. هل ده ايضا انسحب على احيانا الروايه فاصابها الاستسهال وبقينا بنتفرج على افلام ونحولها لروايه واصاب ايضا القصه القصيره، فبقى كل من يريد ان يقص علينا شيئا في مش هقول كل البعض يروح كاتب لي 17 سطر ويقول لي كتبت قصه قصيره، وبعدين يروح عامل لي مجموعه ويقول لي مجموعتي اهي وكلام من ده. في الروايه المشكله يعني بقى وضع كارثي، في جاذبية شديدة للحصول على لقب روائي. أنا في الحقيقة محتار يا يوسف إيه سر الجاذبية دي، يعني أنت قد تجد مليونير وقد تجد شخص متحقق في مجاله بشكل كبير جدا، متحقق علميا، متحقق أدبيا، متحقق ماديا بشكل رهيب، ولكنه ضعيف يعني شديد الضعف أمام الحصول على لقب كاتب روائي. أنا عندي إجابة. والله ما بهزر. طب قول لي. ملاحظه غريبه جدا. قول لاحظت انه في ناس كتير بتروح تشتري نظاره ما هياش نظر خالص، مجرد ازاز واحيانا من غير ازاز، ويلبسها. كنا زمان بنتريق انا وبابا الله يرحمه ان هو فاكر ان هو كده هيتقال عليه انه ذكي او مثقف. هي اتحولت لموضه. فبقى مهم عند البعض انه يحصل على لقب انا روائي، انا اديب، انا كاتب، انا شاعر، يعني ده بيديله احساس كده، وبعدين لما تكلمه فيروح عامل لك كده. هو ما فكرش في حاجه والله. هو بس لازم يعمل كده. العمق. عميق. ادعاء العمق. هو ده انت لما محمد لما اتكلم قال عاوز يحصل على لقب روائي، ما قالش يحصل على لقب قاص ولا لقب شاعر ولا اي حاجه. فاحنا بنرجع مره ثانيه لفكره الروايه، يعني ليه الناس بتحبها؟ يعني لان الفن الاكثر انتشارا، لابد ان نعترف بده، وانها اكثر جنس ادبي عليه له جاذبيه. يعني لو جيت تتامل حكايه الروايه دي تقدر، يعني بناخد معادل فني ثاني مثلا زي ما خدنا كره القدم مثلا، ناخد معادل ثاني مثلا نجم السينما، يعني هي نجمه الكتابه. فبالتالي ممكن تكون الروايه ليست بنفس الموهبه والقدره، لكن في النهايه لها حضور ولها جاذبيه النجم ولها البريق. فتلاقي في السينما مثلا النجم دايما يكون اقل موهبه من يعني لو لاحظت تلاقي النجوم الممثلين الكبار الموهوبين يعني يظهرون في صف ثاني، صف ثالث، بطل مساعد، بينما النجم مش نجم الشباك. مش نجم الشباك. لكن بينما نجم السينما يكون اقل موهبه لكن يمتلك شيء مختلف اللي هو الحضور. الروايه الان هي نجمه الكتابه، فبالتالي لها حضور، ولكن هل هي بالفن الذي يعادل فنون اخرى مثلا زي القصه القصيره او زي قصيده الشعر الجيده او الممتازه؟ لا اظن. هو بص على الروايه فيها ميزه. احنا بنحاول نهيئ تفسيرات ايه؟ هي حضور. بص التصدير النقدي اللي احنا عاوزين بس نفرق بين حاجتين. في اسباب موضوعيه خلت الروايه فن منتشر في العالم كله على فكره. الروايه زي معده عملاقه قادره على هضم كل الفنون. لا، تجارب مختلفة بحيوية شديدة وفاعلية شديدة. ويعني أنا عاوز أقول لك إنه أي تجربة إنسانية أو نشاط إنساني ممكن يتحول لنص روائي مدهش ومبهر. أنا مستوعب ده
يعني فاهم ليه الرواية منتشرة، بس المزعج بالنسبة لي ان تحولت لموضة فانتجت نصوص رديئة جدا. وده ممكن تلحظه على مستويين، مستوى انه في ناس لم تنضج موهبتها ولم تنضج أدواتها، بس هو ولد أو بنت عاوز بشكل هستيري يقول لك أنا خلاص أنا شوف روايتي الأولى أهيت. أيوة. فاللي ساعد على ده بسبب بقى حالة الجاذبية اللي احنا بنقول احنا أنتجت مظاهر سيئة إزاي، الولد أو البنت ملهوف بشدة، وفيه انتشار رهيب في مصر. أنت تعرف أنه اتحاد الناشرين المصريين سجل في السنوات الأخيرة بالمئات زيادة في دور النشر بالمئات، مش 20 30 40 ناشر في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية كان دور النشر محدود. حاليا في انتشار مرعب. انتشار المرعب ده ليه ميزة وليه عيب. من ضمن عيوبه انه ظاهرة ما يسمى بدكاكين النشر، وابتزاز الولد او البنت ادفعوا لي فلوس وانا هنشر لكم الكتاب. فأصبحت عملية تجارية بحتة، وفيه غياب لحركة النقد، وفي غياب للفرز والمصفى. ففي النهاية أنت عندك طوفان من الأعمال اللي محطوط تحت مسمى تصنيف رواية. أيوة. وهي عبارة عن خواطر ساذجة، وخصوصا في مجال الجريمة. أيوة. وأدب التشويق والرعب، بس الجريمة والتشويق أكتر. طيب ده من ناحية، يعني من ناحية أخرى بتلاقي شخص في منتصف العمر أو في خريف العمر عنده لهفة جديدة على إن أعمل رواية، رغم إن هو متحقق وعظيم جدا. دلوقتي بتلاقي أساتذة الجامعة، مع كل الاحترام لكل الفئات، أساتذة الجامعة والقضاء ورجال ورجال الأعمال والأطباء والإعلاميين، مع احترامي بقولك لكل الفئات، أنا بتكلم على الرواية مش حكر على حد طبعا، وكل إنسان من حقه أن يجرح. بس أقول بس أنا ويقول سخرين من هو ما أقدرش بالضبط الفكري ما أقدرش، لكن أنا بتكلم على يوسف، أنا بتكلم على نقطة تانية. أنه فيه تحت بريق وتحت شمس مضيئة اسمها الرواية بتدخل أشياء، ادخل المجال ده بس لما يبقى عندك شيء حقيقي، تبقى عندك الحد الأدنى من أدواتك، عندك الحد الأدنى من شيء تريد أن تقوله، ولكن أنت اللهفة على أن أحصل على لقب روائي لأسباب غير فنية وأسباب غير إبداعية. وإحنا بنتكلم في الموضوع ده والجانب اللي جبت اللي أنت رصدته، لكن في جانب آخر قد يبدو إيجابيا برضو، اللي هو الجانب إن إيه، طالما هناك من يحب أن يكون الروائي، إذن هناك واحد يريد أن يدخل عالم الكتابة، فبالتالي يدخل عالم الثقافة بمعنى الأوسع. فإذا كان الشباب الصغير ده اللي طالع أنه عاوز يبقى روائي، عاوز يبقى كاتب، عاوز يبقى كذا، في حد ذاته جنب أنه بيبقى فيه دخلاء وبيبقى فيه سلعة رديئة وبيبقى فيه كذا كذا، لكن في النهاية هو إيجابي على المستوى البعيد، أنك أنت بتدخل جمهور جديد. كل من يريد أن يكتب لابد أن يقرأ، فبالتالي هو والله على والله هو يتحول إلى هو يتحول إلى جمهور قراءة أوسع. مش أوسع. هنا أنا محتاج يعني دائرة القراءة تزيد، أنا كده محتاج أكتر لحركة نقدية أوسع. صح بالظبط، وأكثر عمقا، لأنه في النهاية مش موجود حرز. لكن عايز تكتب اكتب، عايز تبقى روائي وقاص وشاعر وعظيم، أنت حر، ده رؤيتك لذاتك. مين اللي بيفرز ويصفي؟ الحركة النقدية بقى هنا اللي هتقعد تساعدني أنا كقارئ على إنه هذا المنتج فعلا يستحق أن يكون منتج بارز، وهذا المنتج لا يستحق فهو غث مش عايزه. ليه بقى غياب الحركة النقدية؟ الحركة النقدية يعني طول عمرها متهمة بأنها غير مواكبة للحركة الإبداعية. ده حاجة تاريخية طول عمرها كده. لكن هو في النهاية هتلاقي أن يعني أن أكون ناقدا أم أكون روائيا، يعني عارف الفكرة دي. فبالتالي حتى النقاد فيهم الكثير اتجه إلى الكتابة يعني الإبداعية باعتبار أن ماذا وراء النقد، يعني مع أن من يؤمن بالنقد ويؤمن بدور النقد يتحول إلى مثقف ومفكر كبير له دور في المجتمع أهم بكتير من أنك تكتب رواية أو تكتب مجموعة قصصية، لأن هؤلاء يخرج يعني دولة منصة تكوين كوادر فكرية عالية جدا اللي هم النقاد. فدولة أصحاب البنية الفكرية اللي ممكن تؤسس لمجتمع راقي ونهضة ممتدة لسنوات طوال. فهنا ده سؤال النقد لا يواكب الحركة الإبداعية، موجود من زمان الجملة دي. لكن برجع وأؤكد
الأستاذ محمد إني لا مانع من دخول هؤلاء الشباب إلى مجال الكتابة حتى وإن كتبوا كتابة رديئة في البداية، لأن إحنا شفنا عبر بس عبر مشوارنا مع الكتابة أن هناك مجموعة من الكتاب يبدأون بطريقة ساذجة جدا، ومع الأيام يتطوروا ومع السنوات يختلف أدائهم ويبدأ وعي جديد عندهم بالكتابة فيتطوروا ويتحولوا إلى كتاب قادرين. يعني في نوع من ده. أنا بس عاوز أقول في النقطة ديت والله على أنا يعني وحية النعمة ديت أنا كنت متبني موقف ليبرالي لذيذ جدا وجميل جدا ومتسامح وأقول دع ألف زهرة تتفتح. أصلا مش عاوزين يعني إيه، عاوز أقول شيء حقيقي مش شعار. كنت متبني فكرة دع ألف زهرة تتفتح، افتح جميع النوافذ، دع الجميع يجرب، وفي النهاية مصفة الزمن وحاجات كده. أنا متأمل المشهد الإبداعي مصريا وعربيا. الحقيقة إن العملة الرديئة حاليا تطرد العملة الجيدة، وحاليا الرداءة والفجاجة والاستسهال والوقاحة أصبحت نمط سائد، وأصبحت المواهب الحقيقية محبطة ومركونة في زو. خلي بالك اللي بيقول الكلام ده إنسان المفروض إنه متحقق. أنا ما عنديش يعني لا عقدة اضطهاد ولا عندي مشكلة مع حد، لكن أنا حقيقي على تعامل نص لقيت في العشر السنين الأخيرة ديت الكتابة الرديئة بقت شعار، وبعدين تلاقي أصحابها يتكلمون بوقاحة شديدة. يا رجل أصلا أنا كنت ببقى كاتب قصة قصيرة وأنا لسه عيل في الجامعة أو بعد الجامعة ومرعوب وخايف، واروح بقى لناقد أو اروح لكاتب كبير وهموت واقعد أراجع واعمل كده. حاليا في استسهال وفي اجتراء على فكرة الكتابة والإبداع اللي كنا بنبص له على إن حاجة مقدسة كاتب وكمبدع. لكن لو أنت جبت الكلام بتاع الأستاذ محمد ده ورجعته زمنيا فلاش باك للخمسينات والستينات هتلاقي أيضا الكتاب الكبار كانوا يقولون هذا الكلام. يعني كان في لجنة الشعر كانوا شاعر صلاح عبد الصبور وشاعر أحمد عبد المعطي حجازي كانوا لا يعترفوا به في لجنة الشعر اللي كانت في مجلس الأداب والفنون أيامها، وكان يحيله رئيس اللجنة إلى لجنة النسر، لم يكن يعترف بموهبة زي صلاح عبد الصبور ويراها العقاد عمل معهم كده فعلا. فهل هنا صلاح عبد الصبور كان بهذا التصور الذي رآه في العقاد أو كما رأى صلاح عبد المعطي حجازي؟ لا طبعا. فبالتالي الفكره دي فكره يعني اختلف معاك فيها. احنا المفروض نختلف، بس انا يمكن في الحته دي انا هبقى مضطر اقول فيها راي. كده كده انا مذيع بقول راي طول الوقت، ودي حاجه ماساويه جدا لكنها رائعه وعظيمه جدا في نفس ذات الوقت. هو بطبيعه الاحوال طول الوقت في عندنا نظرات مطلقه عليها الاحلال الجيلي. انا ضد فكره الاحلال، هو ما هوش احلال، في تطور اجيال بيجرى. حاضر هختم حالا. لكن ما هو برضو ما حدش هيقدر ينكر ابدا انه هناك سياره رديئه الصنع وسياره عظيمه. نهينا عن الماركه ولا الثمن ولا بلد المنشا، لانه ده برضو عباره عن مجموعه من العوامل ادت الى وجود هذه السياره. هي نفس القصه في الروايه او الادب بشكل عام، انه المساله مش انه جيل كيف يرى جيل اخر، لكن احيانا بيوجد في هذا الجيل الاخر فعلا منتج رديء جدا، وتتخض انه قاعد عمال المنتج ده بينتشر. وده اللي بيخوفني على اجيال القارئين، انه يتعود على المأساة دي. ده اللي بيخوفني. لكن هتتجدد اللقاءات، انا اتمنى ذلك يعني حقيقي مش هزار. يعني عارف لو نعمل هنا كورنر يبقى ده نادي الروايه جوه البرنامج، يا ريت. لا ده حضر يا عبد العظيم، انا مضطر. نادي القصه، انا نادي القصه ونادي الادب. انا عايز اشكركم جدا 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 جدا، الروائي المصري الكبير استاذ محمد بركه نورتنا، القاص المصري الكبير استاذ علاء ابو زيد شرفتنا. شكرا. نورتونا وشرفتونا واسعدتونا جزيلا ابعد حد ممكن تتصوروا، والله العظيم انتوا مش متخيلين. شكرا جدا لحضراتكم. ثواني بيكون موجود معانا حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.